أنا هبة عبد القادر، سيدة أعمال، أعمل في المجال الطبي. أصبت بكورونا في بداية رمضان الماضي، وقبل الإصابة أنا طبعاً كنت متطوعة في المنصة القومية لمجابهة جائحة كورونا. تقريباً العدوى انتقلت لي من طبيعة عملي كمتطوعة، ودخلت مركز العزل يعني لمدة 13 يوم. في البداية الأعراض لما بدأت تظهر علي، أنا تخيلت إنها هي من إرهاق العمل. بدأت تظهر علي أعراض بتاعت فتور كده وصداع، يمكن لغاية ما بدأت تظهر الحمى، حتى أنا بدأت أشك في إنه أنا ممكن أكون مصابة بكورونا ولا لا. بعد ما الحمى بدت، حتى جاني اتصال من إنه في واحد من زملائي اللي هو أنا كنت مخالطاه بطريقة مباشرة، وطوالا أنا عرفت نفسي إنه هي دي حتكون كورونا بنسبة كبيرة جدا. اللحظات الأولى يمكن كانت صعبة جدا، أو أنا ما كنت قادرة أميز خوفي. كان أكتر لأنه والدتي في البيت كانت عندها أمراض مزمنة، عندها مشاكل في الكلى وكده، وعندي أختي كذلك برضو عندها شوية أمراض مزمنة، فخفت على ناس البيت شديد. كنت خايفة جدا، وأنا والدتي يمكن لي شهرين كنت ما بصافي حزاته، لأنه أنا كنت متطوعة، أنا الوحيدة اللي بطلع وادخل في البيت، فالحتة دي أزعجتني جدا، فبقيت ما قادرة يعني. في اللحظات الأولى كنت شوية كده كونفيوز. بعد ذاك تاني القرار إنه أنا كنت لازم أنتقل فورا لمركز العزل يعني عشان أطمنها هي ذاتها. أنا طلعت سايق عربيتي لوحدي من البيت، لميت هدومي وخدت حاجاتي في الشنطة بحمتي وبصداعي وحاجاتي دي، ومشيت مركز العزل واللي هو كان في يونيفرسال. فقابلوني الجهات المسؤولة وعملوا لي إجراءاتي، وطوال اتشارت لي العينة وطلعت إيجابية، وابتدوا لي العلاجات. يمكن الفترة الأولى يعني كانت شوية صعبة، فترة الخمسة أيام الأولى كانت صعبة جدا، حمى وصداع وكده، لكن الحمد لله رب العالمين بدعم الأهل والأصحاب، بالإضافة للطاقم الحولي اللي هو أوريدي ظهر في الأسبوع الثاني. الأسبوع الأول هم نفسهم كانوا محجورين، بعد ما ظهر الطاقم الطبي الثاني يعني يمكن شوية الوضع كان أفضل، وفي حياة يعني ابتدت الحياة تديب، وكانوا بيجوا بيسألوا ويشوفوا أخبارنا شنو. فبدأت أعمل لهم توعية يعني في إنه كيف استخدموا البي بي بتاعهم بطريقة كويسة، فاتبنت بيناتنا علاقة ظريفة يمكن لدرجة كانوا بيجوا يخشوا غرفتي يتونسوا معي. من المواقف الصعبة طبعا أنا كنت براي الفترة بالأسبوع الأول، أنا كنت براي تماما يعني، كان أخوي مرات بيكون بيجي يجيب لي بعض الأغراض، فأنا كنت طبعا بعين له من بعيد يعني، وكنت بشوفه أنهم بيعملوا له التعقيم كده، فالحاجة دي كانت بتألمني نفسيا. أنا كنت بعين له كده، وإنه أنا ما ممكن طبعا أسلم عليه أو أجي قريب منه أو أي حاجة. عموما التجربة بتاعت كورونا عايزة الواحد يكون عنده إيمان من جواه، لو أنت عايز ترجع تاني للحياة، لو أنت عايز تكافح، لو أنت عندك أهدافك وحاجاتك، بل بالعكس هي فترة ممكن تترتب فيها نفسك. الواحد وقف مع نفسه وقفة يعني، أنا قبل كورونا ما أنا بعد كورونا. أنا كنت براي محترزة شديد جدا بعد أنا طرحت بيتنا، لأن الوالدة زي ما ذكرت سابقا، فأنا كنت عزلت نفسي بعد ما أنا رجعت البيت تاني أسبوعين. كنت خالص ما بطلع من الغرفة، وكان نفس الطريقة اللي أنا كنت مع شباب في المستشفى مشيت بها في البيت. لكن لما بديت أتحرك بصراحة الناس بتخاف يعني، يعني الناس كانت بجد بتخاف مني في الفترة يعني، ما الناس ما عارفة اللي حيحصل شنو. وأنا كنت في الوقت داك لي شهر مما أنا عرفت إنه أنا مصابة، لحد ما طرحت كان لي شهر يعني. حتى في واحدة من البقالات جنبنا، يمكن أنا لما دخلتها كده الناس كشت خافت يعني، أو أكشوري البقالة بقت فاضية. أنا ما كنت زعلانة، بالعكس يمكن أنا الحاجة دي لأنه أنا كنت بناشد إنه الناس يعني تحارب المرض بالتباعد الاجتماعي، ما زعلتني بصراحة، ما زعلتني بالعكس يعني، كنت بضحك جدا من المنظر إنه بقي الشخصية يمكن مخيفة، وفي نفس الوقت كنت مبسوطة إنه الناس بجد بدأت تخاف من المرض يعني. يعني عايزة أقول للناس إنه المرض ما بيقتل، بيقتل اليوم، وأي مرض أنت بتقدر تهزمه من جواك، إذا أنت عايز تهزمه بتهزمه. البني آدم لو عايز يعمل حاجة بيعمل حاجة. وبناشد الناس إنه أي زول يشعر بأعراض بتاعت كورونا المرض ما عيب، عيب إنك أنت تسكت وتنقله لناس ممكن يموتوا. فأي واحد يحس بأي أعراض ما تقولوا نزل يا جماعة، المرض ده بيجي بأشكال كثيرة جدا وبحاجات كثيرة جدا جدا. أعزل نفسك طوالي، بلغ الجهات المختصة، بعد ذاك الناس بتشوف. لو طرحت أنت نيجاتيف تكون أنت عملت عليك، لو طرحت بوزيتيف برضو تكون عملت عليك.